شكرا جزيلا شباب على حضوركم للتريننج كورس الكومبتنسي بروجرام مالتنا اللي كان يتضمن التريننج كورس بالجي دبليو ار والتريننج كورس بالاي ام اس. انا تمنياتي بانه حصلت اعلى مستوى من الاستفاده خلال هذا الايام، وان شاء الله احنا بالتاكيد راح نبقى على تواصل مستمر. موجود الكونتاكت مالتي ممكن تتواصلون، ايضا استاذ فارس موجود ممكن تتواصلون وياه دائما، وان شاء الله نلتقي بالتاكيد بالتريننج كورس الجاي، وممكن نلتقي ايضا بالسايت. انا يعني ما زلت اشتغل بالسايت كثرا، وممكن ان شاء الله تلتقي بينا بطرق مره ثانيه. انا اتمنى انه نكون ما قصرنا بحقكم وغطينا الماده بشكل جيد، وان شاء الله تكونون استفاديتوا، وهذا ينعكس اكيد على عملكم بالسايت وعلى تطوركم. شكرا جزيلا لكم اخوان. بالنسبه لل certifications، هاي certifications مقدمة من شركة الدلما، إن شاء الله بعد الكورس هذا راح تتبعها certifications الخاصة بشركة إمرسون، إن شاء الله تحصلون عليها من خلال أستاذ فارس. نبدأ بأول certification أستاذ مصطفى. حبيبي أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا واستفادينا كلش منك أستاذ، إن شاء الله المحاضرتك وكورس مالتك كلش قيم بالنسبه لنا، واستفادينا وطلبت لنا معلومات جديده. هذا شرف لنا انه استفدنا. الله يسلمك، واجبنا هذا. اوكي شكرا. استاذ علي. بالتوفيق حبيبي. أستاذ الحسن، بالتوفيق حبيبي. أحب أقدم لك الشكر الجزيل على معلوماتك، على سعادة قلبك، على جوابك الأسئلة اللي طرحناها. الله يحفظك. وكذلك أقدم شكرنا شركة الدلمة على حسن الضيافة والمكان والاستقبال. كذلك نقدم شكرنا شركة كوير اللي هي كان السبب في حضورنا لهذه الترند. وشكرا لكم استاذ سيد، الله يسلمك، المعلومه اساسا. شكرا جزيلا، تمنياتي لكم بالتوفيق، واكيد شكرا استاذ فارس، تعبناه اليوم.